هذا التعويض. ينضم إلي في الاستوديو المحامي هشام عسكر، محامي المساهمين في شركة المتكاملة والمتخصص بأنظمة الشركات والقضايا التجارية والأوراق المالية في السعودية. أهلا بك معنا سيد هشام، ونبارك طبعا لكم أولا حصولكم على مطلبكم. هذا المطلب الأساسي كان بالنسبة لكم أمام الجهات القضائية وأيضا الجهات الرسمية، أنه تحصلوا على تعويض لا تردون بأقل من سعر آخر إغلاق. إلى أي مدى أنتم كان عندكم اليقين أنكم ستحصلون على هذا التعويض وبهذه النسبة؟ إحنا أجرينا لقاء سابق معك وأنت كنت متيقن أنكم ستحصلون على مطلبكم. صحيح. سبق وأن تحدثنا أن قضية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة هي قضية حدث على السوق المال السعودي بأكمله، وكان سبب اليقين على حصول هذا المطلب هو أنه كان من الصعوبة بمكان أن تتجه مستقبل أموال المساهمين إلى المجهول، أو يتجه إلى مسار غير واقعي أو مسار غير معقول، إضافة إلى أن المساهمين لم يكن لهم علاقة بأسباب ومسببات تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة. نعم. إضافة إلى أن المساهمين كانوا هم الحلقة الأضعف في خضم الأخطاء التي وقعت أثناء إجراء تأسيس الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وعدم قيام بعض الجهات المختصة بتفعيل دورها الرقابي. لهذا فإن تحقيق هذا المطلب هو كان قائم على سنده الصحيح الذي يقتضيه الواقع والنظام. واسمحي لي أن أرفع أسمى آيات الشكر والدعاء والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الذي على لفتته الأبوية تجاه أبنائه المساهمين وإنهائه لهذه القضية بشكل الذي يتلائم ومطالب المساهمين. طيب، اليوم الحصول على هذه الحقوق بهذا الشكل سيد هشام، هل يعتبر قانوني وفقا لنظام الشركات برأيك؟ يعني خصوصا أنه نظام الشركات يمكن ينص على أنها لا تحل إلا عن طريق التصفية اختيارية أو حتى عن طريق أمر قضائي. من المعلوم أن إجراء تأسيس الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات منذ تأسيسها، إضافة إلى الشكوك التي كانت تحوم حول إيداع كامل رأس المال نقدا، وإضافة إلى دفع قيمة الرخصة والطيف الترددي، وكل هذا كان خطر يلقي بظلاله على مستقبل أموال المساهمين. لهذا فإن التصفية كانت النتيجة الطبيعية والمتوقعة لمثل هذه الحالة. طيب، الحصول على 30 ريال إلى أي مدى هو اليوم مرضي بالنسبة للمساهمين؟ وهو المطلب الأساسي، يعني أكيد هنا كانوا موكلينك لا تحصل على هذا الرقم سيد هشام. يجب التعريج أولا على أن نظام الشركات السعودي في حال تصفية أي شركة فإنه ينص على الرجوع إلى القيمة الدفترية للشركة، والقيمة الدفترية تحدد وفق ممتلكات وأصول الشركة، وهي غالبا تتراوح بين 8 إلى 9 إلى 10 ريالات. وإذا ما نظرنا إلى الحصول على سعر آخر إغلاق والفارق بينه وبين القيمة الدفترية هناك فارق كبير، وبالتالي فإن سعر آخر إغلاق مضافا إليه 5 ريالات يعتبر تعويض مجزي ومنطقي في هذه الحالة. إحنا 90 يوم كما ذكر الخبر. صحيح. سيتم من صدور. صحيح. الأمر الملكي يحصل. صحيح. المساهمين. صحيح. على طبعا على حقوقهم. صحيح. دعني أسألك أيضا سيدي هشام، يعني بعد هذا الحدث إلى أي مدى تتوقعون يعني تكرار هذا السيناريو؟ يمكن ليس مع الشركات الحالية لكن مع الشركات التي ستدخل جديدا إلى السوق، هل ستواجه مشكلات نظامية بالنسبة لتأسيسها أو حتى لدخولها إلى السوق؟ في بيئة عالم المال والأعمال أو في بيئة أي جانب من جوانب الحياة، عندما يكون هنالك حدث أو سابقة سلبية فمن البديهي أن يلي هذا الحدث وتلك السابقة إجراءات وتنظيمات تحد أو تحول من تكرار هذا السيناريو. فمن المتوقع أنه وخاصة أن الآن حاليا في الوقت الراهن تعكف، وهذا ما حدث بالفعل على عكوف هيئة سوق المال السعودي برئاسة معالي مجلس إدارتها وجهوده الحثيثة في وضع أنظمة وتشريعات صارمة وحازمة على الشركات التي ستدرج قريبا في السوق السعودي. نعم. وأنا أرى أن الثقة قد عادت وبقوة للسوق السعودي بعد انتهاء قضية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة. سيد هشام العسكر، المحامي المساهمين في شركة المتكاملة وأيضا متخصص بأنظمة الشركات والقضايا التجارية والأوراق المالية في السعودية، شكرا لوجودك معنا اليوم. وأسمحي لي أن أكرر شكري وامتناني إلى قناة السنين بي سي عربية، القناة السباقة دائما
في تسليط الأضواء على كل ما يخص شؤون الشركات وعالم المال والأعمال في المملكة العربية السعودية. شكرا لك سيد هشام، وأنت بتشرفنا دائما.